من أسئلة الصفحة سريعا، هل تجوز صلاة الجنازة على تارك الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة عليه والسلام. الصلاة والسلام. على مذهب الجمهور فإن تارك فرقوا بين من ترك الصلاة كسلا وتهاونا وبين من تركها جحودا، فسنقول إنه تركها تكاسلا وتهاونا كغالب الناس فيجوز الصلاة عليه. نعم، أسأل الله أن يتوب على كل المسلمين.